بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الدول التي لها مصالح في منطقة الخليج، إلى الدول البرغماتية، لن نسمح لكم أن تخذلوا الرموز في البحرين كما خذلتم الشيخ النمر. من مصلحة كل الدول التي لها مصالح في الخليج أن تقلع آل خليفة وتحرر الرموز من السجون لتلقي العلاج ولكي يقودوا العملية السياسية في البحرين. كل شعوب المنطقة تلومكم بسبب خذلانكم للشيخ النمر، ولا نريد ذلك أن يتكرر للرموز السياسية في البحرين. الرموز في خطر، من حقهم العلاج، العلاج حق أصيل وليس مكرم أو منة أو حق مكتسب، هو حق أصيل. وندعو كل الدول التي لديها مصالح في المنطقة أن تقوم بالضغط على هذا النظام القمعي لتحرير الرموز ولتلقي العلاج.